الأستاذة هدى متوفي والديها، كان ليها أخوها بياخد باله منها، وبعد ما تجوز بدأ يهملها، وهي لديها يعني إعاقة في اليدين. بتقول أنا كل ما بصله زوجته هي اللي بتمنعه من الصلة، فهل هناك حرج علي؟ يعني هل أنا كده بضايقه؟ هل لا، أنت استمري في الصلة ولو بالقليل، انت بتسعي في الخير، باب الخير. انا لما بسعى بالخير بيفتح للانسان بفعل الخير ابواب الخيرات، وهيرجع ان شاء الله لك. وسلي الله سبحانه وتعالى انه ربنا يصلح الاحوال بينك وبينه، وانه يصلح الاحوال بينك وبين زوجته، وان ربنا سبحانه وتعالى يسخرها ويسخره لك. تدعي ان ربنا يسخرهم ليك ويصلح الاحوال بينك وبينه. بالعكس، أنا عايزاك تستمري ولا تيأسي، والدعاء الإنسان يحرص عليه، فاللي هو شايفه مستحيل يتحقق بتيسير الله وفضله يتحقق. سؤالك الثاني الخاص بأنك عايزة تقترضي من أجل الحصول على الأطراف الصناعية، فعندك حالة من الاثنين، مال مقابل مال أو الذهب بزيادة في الرد. طبعاً احنا عندنا قاعدة شرعية بتقول المفترض ان انا لما باخد مال ارجعه مال نفس القدر اللي خدته ارجعه. خدت ذهب، انا 5 جرام ارجع 5 جرام، الذهب بالذهب مثلا بمثل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وكذلك المال، الاتنين فيهم ربا. طيب انا دلوقتي مش لاقي اي باب يعينني على ان انا اقدر اشتري الاطراف دي، يبقى انا عندي قاعدة اخرى، أن الضرورات بتبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تسدد في وش الأبواب، ومش لاقي غير باب الاقتراض، وأنا في شدة الاحتياج لهذه الأطراف الصناعية لكي أستطيع أن أنا أباشر أمور حياتي اليومية. فلو هناك، إذا خلاص ما فيش عندي أبواب أخرى، يبقى في الحالة دي تقدري تقترضي بأي صورة، إن صورتين زي بعض. ولو هناك باب آخر طبعا يكون أولى، وطبعا بنناشد أهل الخير اللي ممكن يساعدوا هدى إذا قبلت إنه يوفروا لها الأطراف الصناعية. ما علينا غير إن إحنا بنعطي رقم الهاتف وبيتواصل الطرفان، ما إحناش جهة تأكد أو تحقق، مجرد إن إحنا من أراد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ربنا ويرضى.